ضمن الانتدابات القادمة لنادي السالمية ونادي القادسية. عبد الرحمن باني الذي قدم ضمن الانتقالات الجديدة من نادي النصر، واحد من الأسماء الممتازة والمهاجمين المميزين في تشكيلة نادي النصر سابقا وتشكيلة النادي العربي الحالي. هنا محاولة، هنا ترقب الآن أمين الآن، يا الله الله، الله الله الله، يا سلام على العربي، العربي بانتقالاته، العربي بانتداباته، العربي بأمين الذي يؤمن النتيجة، يؤمن النتيجة بالهدف الأول. لاحظ، استمتع، يا الله 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 الله، يا سلام على المباراة، يا سلام على الشرميطي، أمير الشرميطي اللاعب التونسي. لاحظ، استمتع. انطلاق الآن بالجهة اليسرى، علي حصري، محمد فريح، محاولة، يا الله، جول، الله، يا سلام على أمين، أمير الشرميطي يؤمن هذه المباراة حتى هذه اللحظات، يسجل الهدف الأول في الدقيقة 27. مشاهدينا، اللاعب التونسي أمين الشربيطي يسجل الهدف الأول للعربي في الدقيقة 27 من هذه المقابلة. لاحظ العودة والعرضية من محمد فريح إلى أمين الشربيطي، يسجل واحد من أهم ومهم في تاريخ العربي في هذا اللقاء. أمام من؟ أمام العميد الكويتوي. بينية خاطئة، المرتدة الآن للعربي، الانطلاق، يا سلام، انطلق الشرميطي، الله على هذه الهجبة الجميلة، هجبة مرتدة بالميزان والمسطرة والقلم للعربي بتمريرات دقيقة تماما، والشرميطي في إنهاء الكرة في المرمى بطريقة رائعة تماما. هدف لأمين الشرميطي في الدقيقة 33 من شوط المباراة الثانية، 33، وشوف الاستلام، الله على الاستلام، وضع الكرة، ثقة كبيرة، قدرة على التعامل مع الموقف، مع الكرة، مع المرمى، ورؤية وعين ثاقبة على المرمى من أمين الشرميطي. مواجهة السالمية والقادسية في ملعب سامر الساعة 7:30، مباراة الكويت 7:05، محاولة خطيرة وتقدم ومرور، ولكن ضربة جزاء، وعلي المري يرتكب الخطأ، حكم اللقاء ربما تأخر في إصدار القرار ثامر المعنزي، لكن بعد ذلك أمين الشرميطي يتسبب بضربة جزاء بعدما دفع علي المري في اللقطة الماضية. نشوفها معاكم، شوف 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 شوف، تقدم، شوف، نعم، دفع باليد اليسرى من اللاعب علي المري، وبالتالي يتحمل هذه المسؤولية، والقرار يبدو لي في محله. شوف 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 اليد اليسرى، والدفع موجود، وركلة الجزاء موجودة كذلك، وفرصة العربي أحبة المتابعين للوصول إلى شباك فريق نادي برقان وقاسم، وتنفيذ ضربة جزاء. أمين، أوه، جول أمين الشرميطي في منطقة مخالفة لحركة حارس المرمى، يسجل أول أهداف اللقاء، تأخر ولكنه جاء،
وكما يقول مثل الإنجليزي أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. أمين الشرلوطي من ضربة جزاء بالدقيقة 29 باتجاه مخالف لحارس المرمى وحركته يسجل أول أهداف اللقاء. واحد العربي لا شيء. فريق برقان يتقدم فريق النادي العربي من نقطة الجزاء تأخر، ولكن خبرة المدافع علي المري في التعامل مع الانطلاقة الهجومية وأمين الشرميدي داخل المنطقة. على شمال الحارس راح يلعب سكرو، سكرو على شمال الحارس صح، وسكرو جول ثاني، سكرو على شمال الحارس، على شمال الحارس وجول. الشرميطي يسجل في الدقيقة 17 من الشوط الثاني و62 من عمر المباراة. أمين الشرميطي 62 دقيقة 62. إذن أثنين العربي، أثنين العربي تو بعد ما ارتاح العربي أبي ثالث. ثلاثة أقوال. شوف يا حلوة، شوف الولد الصغير اللي بالجهة الثانية، نقلتين يبون فاولات العربي، وهذه كرة بالعبل العربي. أمين الشرميطي بين رجلين اللاعب. فاول 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 عدى بين الاثنين. امين احتسب فيها ركلة جزاء في الدقيقة 29، الدقيقة 29. اذا امين الشرميط، امين الشرميط ركلة جزاء للعربي. امين جول. امين الشرميط يصبح هدافا لدوري فيفا، ويصبح بهذا الهدف بالركلة جزاء الى الهدف السابع له في دوري فيفا. كان يشاركه عبد الهادي خميس ويعقوب الطرار ونايف زويد وفراس الخطيب اللي بعدهم خمسة اهداف، وبدر مطيري ورودير. على العموم شوف 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 من وضعه، برافو، ثقة بالنفس. امين الشرميطي يسجل الهدف الثاني للعربي من ركلة جزاء فيها احتجاج من مدافعين. ماذا يفعل امين الشرميطي وسليمان ميرزا؟ امين جول. بالتخصص بالتخصص امين الشرميطي يسجل ايضا هدف ثالث للعربي. امين الشرميطي بكل ثقة يضيف هدف ثالث من ركلة جزاء. علي مقصيد الان هيروا العربي، صار الان يلعب في الجهة اليمنى والساحل الجهة اليسار. امين الشرميطي هي كرة، هذه محاولة اللي خطيرة، ركلة جزاء، ركلة جزاء مع أول نزول لأحمد يونس، مع أول نزول لأحمد يونس حاول يمر ووليد الفرج. شوف الكرة أخذها صح، امتصها سليم، وهنا المشاركة والراية، والحكم المساعد أيضا الثاني على طول يتقدم اللي هو سيد علي محمود. شوف 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 الإيد، يعني هناك مشاركة من محمد الضفيري بإيده، وركلة جزاء للعربي، ركلة جزاء للعربي. شوف الشمال، شوف إذا الشمال، شوف إذا الشمال، وبروحه أيضا أمين الشرميطي التونسي. ماذا يفعل؟ ونواف المنصور وأمين الشرميطي وركلة جزاء. يا سلام، قول قول، يضع الكرة بثقة بشماله. أمين الشرميطي يفتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء. أمين الشرميطي تسبب بركلة الجزاء البديل المبكر جدا مع أول لمسة في أول دقيقتين، البديل أحمد يونس، أحمد يونس وركلة الجزاء. شوف من وضعها بكل ثقة حقيقة في المرمى. الثلاث الأولى هنشوف اللعبة للعربي. من الشرميطي متراجع ورا، سلم لعلي حسني، علي حسني كرة معاه، يبي يلف علي بي بيحصلها، والعرضية وبالجول. أخيرا أمين الشرميطي، أمين الشرميطي هدف أول للعربي في الدقيقة 17. أمين الشرميطي بصناعة عراقية، بصناعة عراقية، والتسجيل للاعب التونسي أمين الشرميطي. شوف أرضية جميلة، ما تحتاج أي شيء، ما تحتاج إلا فقط يتعامل معها صح أمين الشرميطي بيسارة، وسلمها تسليم شرعي اللاعب العراقي علي حسني ليسجل. أمين الشرميطي
هدف فريقه التاريخ الذي يواصل تحقيق نتيجة. هنا محاولة ممكن يخلص، ممكن يخلص العربي، بيحاول في ناحية اليمين بيلعبها على طول وبتروح وتوصل وبتفوت مرة ثانية للموسى، وموسى الكرة معاه بينقلها وحط الله ويكملها هي عربوية مخلص الله منقذ، هو المنقذ بالرمق الأخير لحفظ ماء الوجه، يأتي الهدف الحاسم وهدف النقاط الثلاث. والله عاد برقان وقف وسرع من ضربات قلوب العربوية، ولكن العبرة بالخواتيم. الله شوف 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 مرة المدافع بفوتها، وشوف شوف شوف اللقطة، وشوف الكرة تصطدم بالعارضة، والله يحطها ويكملها محمد البذالي المدافع المتقدم، ما عجز عنه المهاجمين، جابه المدافعين وجابه البذالي، جابه البذالي. الله عليك يا البذالي، الله عليك يا البذالي، لاعب سابق في صيبخات. شوف 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 المكتوبة للعربي، مكتوبة للعربي، وبالتالي يأتي هدف الانتصار من محمد البذالي الذي بذل الغالي والنفيس من أجل أن يحقق النقاط الثلاث وينتصر فريق نادي العربي في مباراة عقدها العربي على نفسه قبل بدايتها. وهنا تلعب الكرة، توصل فريق نادي برقان، مباراة مشتدة، مباراة حامية الوطيس. شوف الكرة وشوف الهدف، هذه كرة ممكن إذا تنظمت تكون خطرة، ممكن إذا تنظمت بشكل أفضل تكون خطرة، ممكن تكون خطرة، ممكن تكون خطرة، ممكن تكون خطرة، ممكن تكون بالجول. سلام عليك، خطرة الكرة من بدايتها، وجول، جول للعربي، جول للعربي من بداية الهجمة، ووضع لاعبين نادي خيطان بالفعل لعبت بشكل صح أيضا، وتعادل العربي مع خيطان في الدقيقة 17 عن طريق ايضا حلوه ملعوبه. اذا تقدم خيطان وتعادل العربي، وهذه كره بعد ما عدى احمد طارق، سلام عليك بدر طارق. اذا في الدقيقه 17 1-1، وتمويها نفس تقريبا جول، لكن هذه اصعب، نفس جول خيطان لكن هذه اصعب. ويلعب له كرة مع عيسى وليد، ترجع إلى بابلي طالع له أيضا الشمالي، لكن يلعبها إلى أميت النقل وتوصل أربعة وخلاص، أربعة بابلي أربعة بابلي يسجل الرابع بالفعل، وكرة حلوة. إذن أربعة واحد العربي يتقدم على خيطان وينهي اللقاء خلاص العربي. تبعد أيضا أمامية على طول، مدبريه يلعبها، حصلها بكل مهارة أمين الشرميطي، أمين يا سلام، يسلم لعلي مقصيد، هو مقصيد لبدر طارق ياكل الأول والثاني، جول. هذه لعباتك يا بدر طارق، فعلا كرة حلوة أخذها بشكل حلو، ولما نتكلم عن اللاعب نقول عنده الكثير أو عنده أشياء أخرى في الملعب، ولذلك هو لما مر صح واستلم الكرة صح ووضعها بالزاوية الصعبة لنواف المنصور بهدف ثالث. شوف مهارة هو بالزاوية الصعبة يا نواف المنصور. الدقيقة ثلاثين بمهارة ومرور حلو للاعب. شوف يا سلام على المهارة والتسديدة القوية، والهدف الثالث
بدر طارق يسجل الثالث.